كما قالت لك هند، قالت لك بلي انا هاي لك الطريقه تاعي الخاصه، هاي وقتاش بديت، قالت لك انا اول وحده اللي قريت التاريخ والجغرافيا ولا درت دورات تحفيظ التاريخ والجغرافيا. نروح لك انت استاذ، كيفاش حتى الاستاذ بدا في الاونلاين؟ كنت كاستاذ في الثانوي يعني في التعليم الواقعي، كيفاش حتى رحت للمواقع؟ مواقع كورونا، ايام كورونا كما قالت لك استاذ، هي مرحله كورونا هذيك كان فيه شويه يسمى حبسوا كلش لي زيلاف كشغل متبعي اللي كنت بادي معاهم يسمى كاك قريتهم سنه ثانيه، كانوا سنه ثانيه مثلا العام اللي فات، بعد كي جات كورونا بين راهم سنه ثالثه، اين فكرت اني ما نخليهمش. واش هي انا ندور في اليوتيوب في لي ريزو، باسكو في كورونا كانوا دايرين الحجر وكاع يسمى ما عندك ما دير، لازم الانترنت صايوا. اي كنت نشوف الاساتذه كينشطوا منا لغه عربيه فلسفه رياضيات منا، قلت انا علاش ما ندير كيفه. حاجه الاولى راني شافي شريت واحد السبوره صغيره هكا تقامت لي 400,000 بحوالي، بعتها لي غير وحده كانت راح تقري لي كور تقري فرونسي غير في الدار وراجل يخدم بوليسي، هي بعتها لي يسمى جيت انا شرتها في الصفحه هكا دايرتها لي البيع كذا كذا، بديت بيها. البدايه تاعي كون نقول لك تضحكي، ايا نحط الاخر سبوره صغيره في السور ونجيب كرسي وعليه تاع السيلفي هذيك نحطها ونحط عليها حبه تاع كارلاج باش ما تضحكش، تحكم لي البورطابل وحط لا ميكروفون ولا شيء، عقلها وتوكل. انا اصلا هذا هو المبدا تاعي، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. هذا كيف أي كي بديت كيما هاك صور، صورت أول فيديو راني شافي اللي حطيته في فلاشان سما الأول، مثلا عندي واحد الخمسة ولا عشرة هكا ديزابوني، كي حطيته كيما هاك جاب 300 في وشغل اللي جا بزاف وكاين التعليقات الإيجابية، هذا واش دفعني واش حسيت هذيك الدقيقة؟ واش والفيديو على واش كان؟ أول فيديو أي غير 300 بنادم شافوا، تقعد تخيل روحك راك واقف و 300 واحد راهم قدامك هاك تشوفهم بزاف مهما يكون، سما البداية. بديت المهم بوسائل بسيطة، أنا كان همي أنني نوصل الفكرة. عندي أنا ربما الطريقة المميزة اللي عندي أني نعتمد على المختصر المفيد. أنه تلاميذ جينيراسيون هذو تاع الوقت هذا ما يحبش تقول له تقول له وين راه ودنك؟ تقول لها هي من لا مباشرة جيبها من الاخر مختصر مختصر. ايه كنت نعتمد على واحد العنوان عندي هكا فلاشين بزاف تاع ابرز الاسئلة المتوقعة. هذا ابرز الاسئلة المتوقعة في اي نوع شعري، لانه احنا عندنا في الادب العربي يدرسوا عبر العصور، عصر جاهلي اموي السنة الأولى، ومن بعد العصر العباسي بالطورية السنة الثانية، من بعد السنة الثالثة راح من عصر الضعف إلى العصر الحديث إلى يومي. هذا كيف مقسم؟ سما كشغل لاباس ديت لاباز من المدرسة العليا الأساتذة، لاباز من الأستاذ تاعي اللي قريت معاه اللي سمحت حكيت به، ما شاء الله ما شاء الله. هذه كانت نقطة إيجابية. أيضا نعتمد في اللغة العربية على المخططات، مخطط هكا في السبورة خرج منها سهم هاك سهم هاك، لأنه علاش هو الدرس كما قالت لك الأستاذة شكرا على ذلك، يعني المعلومات موجودة في أي مجال، يعني تلقاها في جوجل تلقاها في الكتب، لكن كيفاه تغربلها وتوصل له الصافي للتلميذ هنا السر. تاكيد دير لي مخطط على السبوره وترسم لي صوره كليه على الدرس، وبعدها تعاود تحط لي نقطه 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 نفهمها افضل من اللي تبدا لي الدرس دير لي عنوان وبعد تعاود تدير لي افكار تاع، فهمتي؟ سما انا ديما نعتمد هكا مع التلاميذ، نعطيه الصوره الكليه على الدرس بعد نفصل، هذه يسمى طريقة الإجمال والتفصيل. ما شاء الله. وهذيك قلت لنا بلي بديت هاي لك الأونلاين الله يبارك، دار فيديو جاب 300 مشاهدة، 300 هذوك صح راهم كأنهم أشخاص ولا طلبة راهم قاعدين قدامك. من بعد كيفاش بديت تدير دورات تدريبية في اللغة العربية؟ الدورات كنت في البداية مازال العام الأول كنت مازال نقري في الليسي، ثم بعد كورونا مازال قريت في الليسي، قريت واحد 8 سنين هكا. ثم هذا العام وين خرجت؟ خرجت صح. أي 8 سنين هذيك سما العام الأول هذاك يبدا بديت لاشين يوتيوب بدا تحرك شوية، نحطها في لي ريزو هكا يسمى صحابي نقول لي بارطاجي صفحة الكبار تاع فيسبوك، هيا كيما هاك مع الأيام بداو يزيدوا لي زابوني ونشوف التعليقات الإيجابية.
حاجة مليحة طريقتك، خاصة بعد الفروض والاختبارات اللي نجي يقول لك والله يا شيخ اعتمدت عليك وديت 17 ما شاء الله. ولي بارون تلقاه معلق لك ما شاء الله بنتي اعتمدت عليك دات 20 في الفرد. يعني هذا حدا مش كان تفرحك، حدا زيد تشجعك رغم أكثر انه تقدم. كاين الايجابي كاين السلبي، صح انا عندي واحد المبدأ انه ما تحطمني غير هاك سما بكلمة ولا ابدا، يعني دائما نحط في سلة التعليقات الإيجابية والتعليقات السلبية، أي بين ترجح هذه؟ الإيجابية رهن بزاف، نركز على الإيجابي. صح. لأنه سيدنا رسول الله لم يسلم من الانتقاد. صحيح. صح. يعني من نحن؟ بشر. مهما يكون ما كاينش من يحبك العالم كله. المهم أنا عندي رؤية وأنا مركز عليها. يعطيك الصحة ونركز على الإيجابي. لأنه يعني ما تأثر فيا ما تقدرش. صحيح. هند قالت لك بلي انا خرجت بعد ما التلاميذ التوعيه اللي كانوا يدير لهم دروس مجانيه قالوا اخرجي وروح ديري دورات. كيفاش انت حتى بديت قلت لي يلا خليني نجرب؟ تشهر القناه كيما هاك كي تشهرت بديت داوي حطوا لي في التعليقات استاذ كنت دير لينا في الزوم وانا صدقيني